انت مالك يا عم عامل متفاجئ ليه؟ ما قلت لك بلاش. خلاص يا جلال انتهينا. خلاص يا عم انتهينا. بقول لك ايه؟ اه امك ما جابتلكش سيره على موضوع خالتك عنايات ومرضها النفسي ده؟ لا ما حصلش. متاكد؟ متاكد يا عم. ده قاعد على حجرها طول النهار. ايه قاعد على حجرها طول النهار؟ في احمد مالك؟ ماليش. المفروض اعمل ايه يعني؟ اضرب لك تعظيم سلام قبل ما اكلمك؟ المفروض على فكره. بقول لك انا مش عايز كلام كتير، انا خلقي في مناخيري اصلا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا ما اعرفش يا عم. ايه اللي ما تعرفش؟ بقول لك هنعمل ايه؟ انا ماليش دعوه، انت قول لي هنعمل ايه وانا همشي وراك، انت اخويا الكبير، عشان كل ما اقول حاجه بتقول لي ان انا بستفزك. يا ابني ما تبطل طريقتك دي، فعلا بتستفزني. يا ابني انا جيت جنبك وعملت لك حاجه؟ انت مجنون يا ابني. احنا نطلع على خالتك الاول في بورسعيد، هي الاقرب لامنا من قرايبنا اللي في كفر الشيخ. امك لو راحت هناك اكيد خالك هيكون عارف يعني. انا طبعا رايي ان خالك في الطراوة ولا فارق معاه اي حاجه، وعايز تسمع مني نطلع على خالتك على طول. طب انت معاك تليفونات حد فيهم؟ انا معايا رقم قديم لهشام بس ما اعرفش لو شغال ولا لا. خلاص كلم مجديه خليها تقلب في تليفون امك، اكيد هي مسجله رقم خالتك. طب ما نطلع على طول من غير تليفونات. بدي اللي فاتحه بقها دي؟ بقول لك ايه يا عم، العربيه لسه جديده، سخنت بس شويه عادي. سخنت؟ اعمل لك كمادات. انا مش مصدق، اقسم بالله ما انا مصدق. الحاجه بتقول لي ان دلال عايزه تهد اللي انا عملته، بتقول لي ان مش عاجبها ديكورات الشقه. ديكورات؟ اهي الديكورات دي بقى انا هغيرها، هغيرها اصلها مش ذوقي. هغيرها لا اله الا الله، لا اله الا الله. طب بلاش جري وبلاش تعبي والمصاريف والفلوس اللي اندفعت هتترمي على الارض. وانت مالك؟ هو انت بتصرف من جيبك؟ اللي اقول يا شوقي، هو انت عايز تقنعني انك خايف على فلوس اخوك؟ طبعا خايف على فلوس اخويا. مش اخويا؟ اخويا ده ولا مش اخويا يا ام شوقي؟ ما تتكلم يا ابو عمر، اتكلم يا اخويا. اصل الكلام كده ريحته مش حلوه. مفيش حاجه ريحتها مش حلوه، دي ريحه السندوتشات يا شوقي. بقول لك ايه يا شوقي، خلصنا بقى خلاص يا دلال. مش معقول يعني؟ الاسبوتات اللي نفسك فيها هنركبها والديكورات هنغيرها، مش معقول؟ بعدين بقى خلصنا. جري يا خالد، هو انا بتدلع عليه ولا اخوك هو اللي جاي يعاتبني؟ يا اختي ابني جاي في بيت امه وبيكلمك زي اخته. زي اخته؟ ماشي يا حماتي، متشكرين قوي يا شوقي على تعبك معانا، كتر الف خيرك على سعيك معانا يا شوقي. بس الشقة دي بقى حلمي من ايام ما اتجوزت بلوشي من غير شقة، وحصرف عليها لحد اخر مليم. ماشي، والعيال بتنده عن اذنكم. اتفضلي. هو حد كان ضربها على ايدها؟ ما هي عايشة في قتة محلولة ومش عايلة هم حاجة. اسمع مني انا بقى، انا اللي هرسيك على الفول. ابنك اللي قاعد ده هو اللي مركبها ومدلدلها كده على فوق رقبينا. والله متشكرين قوي يا استاذ شوقي على المعلومه العظيمه دي. انا اللي مركبها. ماشي، ممكن بقى كفايه كلام في الموضوع ده، انا زهقت وقرفت منه بجد. انا يومين يا جماعه وماشي وراجع شغلي، عاوز اعرف اشوف شغلي بمزاج. والسفر اليومين دول مش بالساهل يا ماما، لو حصل لي اي مشكله لا قدر الله ونهوا عقدي انا هتشرد انا والعيال، فمن فضلكم كفايه بقى. يا اخويا الف بعد الشر عليك، سيبك منها، دي مجنونه وهتجننا معاها. يا ماما حرام عليكي، مش للدرجه دي، هو بس موضوع امها ده اللي مجننها على الاخر. امها؟ امها مالها دي كمان؟ انت مخبي علينا حاجه؟ ايه يا حمزه يا حبيبي؟ بتندى؟ طب انا جاي لك اشوف. حاضر حاضر يا حبيبي.
ايه يا بنت الواد الحلاوه اللي كان موصلك بعربيته بره ده؟ انت لحقتي خلعتي الراجل عشان تظبطي؟ ده قريبي يا ام لسانين، مش شكله قريبك خالص. وهما بقى القرايب بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ يعني ما بيقعدوش يسبلوا لبعض ويبقوا بعض في العربيات زي ست سعاد حسني وعادل امام في حب في الزنزانة. حب في الزنزانة؟ ما لقيتيش غير الزنزانة؟ امشي يلا امشي كفاية لفت، روحي شوفي شغلك. ماشي يا اختي. في واحد عايزك بره. واحد مين؟ معرفش، هو مستنيكي تحت. بس يا واد انت وهو خوتوني. انا نازله مشوار وراجعه يا طنط. مشوار لوحدك قلتي لجوزك؟ اه قلت له. طب يا اختي ما تيجي تقعدي تقوري معايا كوستين، جوزك هيموت على المحشي وانت طبعا ما بتعمليهوش. يا عمر يا حمزه، مش عايزه شقاوه لحد لما اجي وبسمعوا كلام تيتا. ابقي طمنيني يا اختي على الست النظرة لما تلاقوها. تعالي اوري كوستين. ايوه خالد، هو انت مش تستأذني الاول قبل ما تقول لهم حاجه تخصني؟ ما عشان انت عماله تبيعي وتشتري فيهم طول النهار، اضطريت اقول لهم طبعا عشان يعذروكي. يعذروني ده ايه؟ هو انا مجنونه ماشيه اشد في شعري في الشارع؟ انا بتكلم في حاجه حقي ولا انا غلطانه؟ ماشي محدش قال حاجه، بس ما هي مش امك لوحدك برضه، ما هي دي حماتي برضه زي امي. لا خالد، امي تهمني انا وبس، انت اصلا ما بيهمكش حد غير نفسك انت واهلك. انا اساسا ما حدش حاسس بيا. يعني هي امي كانت مشيت بالميكروفون ومشيت تحكي تقول انت فين يا ام دلال؟ خلاص امك واخوك ومراته ويا عالم قالوا لمين تاني. بقول لك يا خالد، ما تحرقش دمي على الصبح اكتر من كده، واقفل مات الكلام. خلاص خلاص حصل خير بقى، ما توجعيش دماغنا على الفاضي. مش حاجه تعنتي. ده ايه اللي جابك هنا؟ ارجع من الغردقه الاقيك النفسه اللي في دماغك وشغاله لك الخماره دي. وري وطي صوتك، ده مطعم محترم. محترم؟ وطي صوتك يا فهمي، ابوس ايدك. لينا بيت نتكلم فيه. بيت؟ بيت ايه يا ام بيت؟ انا امك بتقولي انك طول النهار في الشارع. لا كوني فاكره ان انت قاعده في الزمالك يا كونتيسه. انت ناسي احنا قاعدين فين؟ والناس قطع على رايح واللي جاي. قطع لسان اللي يتكلم عليا، وبعدين مش في تليفون تكلمني فيه قبل ما تيجي؟ اه يا حبيبتي في تليفون، وكلمتك كتير وما ردتيش عليا. ما احنا في الشغل بنحط عصامه، ما ينفعش نتكلم فيه. اه نسيت ان انت شغاله في جامعه الدول. وبعدين ايه لبس القصير اللي انت لابسه ده؟ ده اليونيفورم. وبعدين فهمي يا انا بغيره قبل ما اروح. والرجاله اللي جوه ما بتبصش عليكي؟ فهمني ابوس ايدك امشي، وما نرجع البيت قول اللي انت عايزه. انا ما ينفعش اقف معاك الوقفه دي، مش انت اخويا وبتخاف عليا؟ لازم تمشي. ابوس ايدك امشي. ماشي يا فريال، 10 بكتير تكوني في البيت. 10 ايه فهمي؟ احنا بنخلص 10 يا فريال، يا اما تتجري دلوقتي قدامي على البيت. حاضر يا فهمي، هاخد اذن واروح بدري، بس ابوس ايدك امشي. يلا امشي ماشي لما اشوف. ايوه دلال. ايوه يا احمد. ايه مال صوتك؟ لا ابدا، بس عماله اطلع وانزل في سلالم. وعلى مالك يا بنتي؟ بقول لك ايه؟ احنا طالعين على خالتك في بورسعيد انا وجلال. اخس عليك يا احمد، ليه ما قلتليش انكم رايحين؟ والله يا حبيبتي لسه اخدين القرار حالا. طيب انا كمان بدور على شقه طنط اكرام، جت على بالي قلت اما اسال يمكن يطلع عندها خبر. طيب تمام، لو في اي حاجه طمنيني. طيب طيب وانتوا خلي بالكم الطريقه. حاضر دلال بتسلم عليه. سلم لها. ماشي حبيبتي يلا باي باي. يلا سلام. ازيك يا طنط اكرام؟ اهلا يا بنتي. حضرتك مش عارفاني ولا ايه؟ ده انا دلال بنت كريمه البرلوسي. بنت كريمه اهلا يا بنتي، اتفضلي اتفضلي. معلش بقى العتب على النظر، وانتي اتغيرتي كده. اتفضلي اتفضلي يا بنتي.
صدق الله العظيم. سعودة جانب السفير. لا. علشان خاطري. علشان خاطري أنا. البنت قطعت قلبي. وأنا قلت لك مش هتدخل البيت ده طول ما أنا عايش فيه. يوه. جبت القسوة دي كلها منين يا سعيد؟ جبتها منين؟ حرام عليك، دي بنتك. كانت بنتي. كانت بنتي لحد ما عملت عملتها السودة اللي عملتها. ما خلاص بقى، ما خلاص. كانت عيلة، كانت مراهقة، اللي فات مات. لا ما ماتش. وأنا قلت لكم الحكاية دي مليون مرة قبل كده. لما أموت ابقوا اعملوا اللي أنتوا عايزينه. ليه كده يا سعيد؟ بعد الشر عليك. ربنا يخليك يا رب ويطول في عمرك، يخليك ليا ولبناتك. طب خلاص خلاص بلاش البنت. ها بلاش البنت. العيال احفادنا دول زي القمر، ما نفسكش تشوفهم، دول مالهمش ذنب. لو انت عايزه تشوفي الولاد والاحفاد زي ما بتقولي روحي هاتيهم، بس هي لا. طيب 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 هجيب العيال، أجيب العيال، أجيب العيال، بس عارف لو هي ما جاتش معاهم يعني نفسهم تتكسر. هي اللي كسرت نفسهم. ولو عايزة تشوف العيال روحي هاتيهم وافرحي بيهم زي ما أنت عايزة، إنما هي لأ. طب خلاص خليك هادي، خليك كده تمام تمام تمام. هروح وهاخد معايا جيسي وهجيب العيال. ما تاخديش البنت معاها، لا تقلدها هي كمان. البنت مقهورة على أختها، محرومة منها، ملهاش غيرها. لو سمحتي سيبيني، سيبيني عايز اختم المصحف. ماشي، ربنا يحنن قلبك، بحق كتاب ربنا اللي بين ايديك يا سعيد. هوديكي انت واحمد الابله اكرام تذاكر لكم العلوم، انا مش قادره عليه. لا والنبي يا ماما دي صعبه قوي. يا حبيبتي دي أشطر مدرسة في المدرسة وصاحبتي كمان. الله يخليكي أنا بترعب منها. طب شوفي أنا هذاكر لوحدي وأنتي سمعيلي، بس بلاش قبل إكرام الله يخليكي. خلاص يا حبيبتي ولا تزعلي، بلاش تروح يا حبيبتي يا ماما. هذا لال. حاضر يا حبيبتي حاضر، والله هنطمنك. بقولك إيه، أنا هقفل تليفوني شوية، كلمي ناهد بقى انتي وقولي لها اللي انا طالع انا وجلال على بورسعيد. يا حبيبتي ما انتي عارفه ناهد بقى، يعني انا مش عاوز صداع. ماشي يلا حبيبتي باي. والله انا اللي صدعت من السنترال اللي احنا فيه ده. انت ليه مش عايز تقول لي ناهد؟ انت ناهد بقت حالتها صعبه قوي يا جلال، وانا مش ناقص. طب ما تحاول كده اكلم اهلها تصلح معاهم الموضوع. وهم ما يحاولوش ليه؟ ما يستاهلوش اصلا. يا عم انت مش تعمل كده عشانها، انت هتعمل كده عشان مراتها. يعني هي موقفها صعب، حط نفسك مكانها. هي معذوره. يعني هي معذوره والناس كلها معذوره وانا ايه؟ ما انا كمان معذور. تمام خلاص؟ انا اسف. الو، ايوه يا مجديه ازيك؟ في ايه مالك؟ يا خبر. طب اهدي بس اهدي عشان افهم هي عامله ايه، طمنيني عليها دلوقتي. طب طيب طيب انا هجيلك انا بسرعه. ماشي ماشي، بس هكلمك لما اقرب عشان توصفي لي. سلام. حول ولا قوه الا بالله. الو، ايوه يا خالد انت فين؟ اسمعني بس يا خالد، بنت اخويا كريمه وقعت من الشباك. ما اعرفش ما اعرفش، احمد وجلال مسافرين. الحقني الله يخليك، تعالى ورايا على طول، انا طالعه على المستشفى.
هبعت لك اللوكيشن من هناك. اه بقولك ايه خالد، خالد والنبي عدي على اي مكانة بنك هات شوية فلوس معك وانت جاي. ماشي؟ يلا سلام. ايه يا دلال؟ ايه في ايه ده انت لسه داخلة؟ مفيش مفيش حاجة، مفيش يا طنط. خالد كويس؟ خالد؟ اه خالد كويس قوي. خالد كويس، سلام عليكم. يا حول الله، بين مخي هيتجن. مراتك أنا. معلش يا حبيبتي، سافرنا فجأة وتليفوني فصل شحن. أنا قلت لدلال تطمنك بكرة بدري إن شاء الله. أنتوا كويسين؟ انتوا هترجعلك ليه بس؟ ماهد ارجوكي ما تديش الامور اكبر من حقها. ممكن لان بس ربنا يوفقنا ونلاقي ماما ونطمن عليها. مع السلامه. طول الوقت متهم ولازم ادافع عن نفسي وابرر. ادافع عن ايه وابرر عن ايه؟ مش عارف. الموضوع بقى سخيف قوي ممل. اقول لك على حاجه؟ رغم يعني بس متزعلش مني يا عم. قول يا عم، خلصنا يعني. بالرغم ان مجدية مش متعلمة وكده بس بحسدك. تحسدني على ايه بقى؟ تريح الدماغ. تريح الدماغ؟ والله انت ولا فاهم حاجة. صدقني ايا كان المشاكل اللي انت بتقابلها، ازاي المشاكل بتاعتي مع ناهد لا بقت صعبة قوي. مش عارف اقول لك ايه. اتصلك ما جربتش تعيش في نفس البيت مع واحده دماغها منسوحه؟ يعني لا هتعرف تكلمها في حاجه ولا تاخد رايها في حاجه. يعني الواحد كده ساعات بيبقى نفسه في حد ياخد ويدي معاه، يفكر معاه. الحقيقه ما حسيتش بده قوي كده غير لما امي مش ما يعني اختفت. محدش مرتاح اجيبك بس بتنرفزني بتخليني اخرج عن شعوري. لا ده عادي، لو كده يبقى تمام. كلهم كده، ده العادي. انت عارف لو واحد متجوز ومراته ما بتجنوش تخرجه عن شعوره يبقى في حاجه غلط. وحيد الله مجدية بقى، وحيد الله مجدية. طمنيني على كريم. الحقيني يا دلال. كريمه فين؟ جوه في اوضه الاشعاع، مش حاطه منطه. ازيك يا مدام دلال؟ ده حسني ابن ام حسني، كتر خير واقف معايا وما سابنيش خالص. عارفاه. اصل ام كوكي تعز عليا. افندم؟ تعز علينا كلنا يعني، انا وماما وسامح اختي، انت عارفاها. اه. والنبي يا دلال تخش تشوفيها، انا رجليا مش شايلاني، مش فاهمه منهم حاجه. طب اهدي، فين الاشاعه دي؟ هنا. ما تقلقيش، خالد جاي ورايا. يا رب. خالد جوزها؟ لا لا، وحيد الله مجدية، وحيد الله مش كده. والله خير. مش عارف الطريق يا ابني ولا هتتوهنا معاك. بص، آخر مرة جيت هنا من زمان قوي مع ماما. انا اقول لك على حاجه، انا حاسس ان احنا قريبين بالشبه كده. فاكر الحته دي؟ فاكر؟ ممكن تعالى هنا مش كده. يا سلام يا سلام. قوم يا حسني روح عشان امك ما تقلقش. تحتاجي حاجه؟ محتاج ايه يعني؟ ما هي دلال موجوده وجوزها بكره جلال يجي ان شاء الله. وانت قلتي له؟ لسه مش عارف هيعمل فيها ايه لما يعرف. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ ده قضاء ربنا. وبعدين انا ما اعرفش انت بتخافي منه كده ليه؟ البعبع بتاعك ده اللي معاه واحده في حلاوتك كده وست كمل، والله هو اللي يخاف عليها. طب قوم اتكل على الله يا حسني. حاضر، هتكل على الله. بس لو احتجتي حاجه كلميني، هجيلك هوا كده. كتر خيرك. ماشي.
طب يا اخوانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مريب قوي الاخ ده. مش وقت. مهم نعرف ننقل البنت القسم الاقتصادي. ولازمته ايه بس نقله القسم الاقتصادي دي؟ ما البنت كويسه والدكاتره بيشوفوها وقايمين بالواجب وزياده، بعدين هي مصاريف وخلاص. بعدين احنا عارفين هتقعد قد ايه؟ افرضي قعدتها طولت. معقول يا خالد؟ ده كلام؟ مش ممكن. حبيبي يا جلال، يا حبيبي يا اخويا. مش عارفه هيعمل ايه لما يجي ويعرف اللي حصل. ده روحه في بنته. حبيبتي ما هو طبيعي، مش بنته. طب كن بقى. حاضر. مين هنا مع كريمة جلال؟ احنا كنا عايزينكم علشان المحضر. نعم. محضر ايه؟ دي حادثة ولازم ناخد اقوال والدها. يا لهوي يا دلال، محضر؟ يا خرابي. حضرتك والدها؟ لا، انا جوز عمتها دي. ودي والدتها، ووالدها مسافر. طب ابقى حصلوني على المكتب. حاضر يا فندم. يا لهوي يا دلال، يا لهوي، محضر؟ اهدي بس يا مادية، دي اجراءات عاديه واحنا معاك مش هنسيبك. بالظبط بالظبط، اجراءات عاديه خالص. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اجراءات عاديه جدا. الله عليك يا دلال هانم، تبقى ليله جميله. على مهلك على مهلك يا ام، على مهلك يا ست الكل. تعال. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا حبايبي، اهلا وسهلا. والله يا شباب، اول ما ماما عرفت ان انتوا هنا قامت زي الرهاب. تصدق يا هشام، انا مش مصدق ان ولاد كريم هنا. والله بقالكوا زمان ما شفتكوش، وحشتوني. معلش والله يا خالتي، يعني مشاغل والله، بس هي اللي بعدانا. مشاغل ايه يا احمد؟ مشاغل تخليك ما تشوفش خالتك؟ ده انتوا مالكوش غير خاله واحده. والله يا احمد، انا كان نفسي اجي لكم مصر، بس انتوا عارفين ان انا ما اقدرش اسيب ماما لوحدها. لا لا، مفهوم، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. طب انا بقى هنزل اشتري الحاجات اللي كنت نازل اشتريها عشان نرجع ونتغدى سوا. لا احنا متغدين، خليك ما تعبش نفسك. اتغديتوا ايه؟ اتغديتوا ايه؟ ده انا هنرجع ونتغدى ونسهر لحد الصبح، بس على الله منا تصمد. طب هتعمل لي شويه شاي لما ترجع عشان اعرف اقعد معاكم؟ عينيا ليك يا ام. انزل انا بقى يا شباب. ها؟ ماشي. اهلا يا حبايبي، اهلا وسهلا. بارك انكم شقرتوا عليا قبل ما اخلص واودع. ربنا يديك طول العمر، ما تقوليش كده. بعد الشر عليك يا خالتي. ما تشوفوش الشر يا حبايبي ابدا، انتوا الاثنين. معلش يا فندم، ممكن اعرف ايه لازمه المحضر؟ ايه ضروره اجراء زي ده يعني؟ ده اجراء حتمي لاخلاء مسؤوليه المستشفى. اخلاء مسؤوليتها من ايه بس؟ طفله وقعت من بلكونه ولا شباك، لازم يكون في تحقيق في الواقع. بس ده كده بهدله للام. حضرتك والدتها ديت المفروض تعمل لها محضر اهمال يا مدام. يا لهوي يا لهوي، نقطينا بسكتك يا مجديه. يا فندم يا فندم، انا عمه البنت وده جوزي واخويا مسافر. انتوا منفصلين؟ لا والله لسه. مش حضرتك، انا بكلمها هي. منفصلين ده ايه بعد الشر؟ انا ما اقدرش اقفل الموضوع قبل ما والدها يجي هنا ويوقع على المحضر بنفسه. المفروض طبعا ان ابلغ النيابه، لكن تقديرا لظروفكم وتواجدكم مع ام البنت، انا هضطر اجل تقفيل المحضر لحد ما والد البنت يجي بنفسه. لازم نتاكد ان الموضوع ما فيهوش شبهه جنائيه. عين العقل يا فندم، وما فيش شبهه جنائيه ولا حاجه ان شاء الله. احنا على العموم قاعدين جنب البنت ووالدتها موجوده، وباذن الله ان شاء الله بكره لازم ابوها هيجي. هيجي يعني هيجي، ها هيجي. خير يا دكتور؟ طمنا. الحمد لله، احنا عملنا لها العمليه وهي في الافاقه دلوقتي. ان شاء الله نص ساعه وتقدروا تطمنوا عليها وتشوفوها. الله يطمنك، ألف شكر يا دكتور. العب. طيب الحمد لله، الله يطمنك يا دكتور. شكرا. يلا بينا بقى. احنا مش قمنا الجنة. اوه. خلاص بقى الدكتور طمنا. يا حبيبتي يا بنت، الحمد لله على سلامتك يا كوكي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ماما. الحمد لله على سلامتها. على فكرة انتوا ولاد حلال، الدكتور اللي عمل لها العملية دكتور شاطر جدا وممتاز، دكتور بيتر ميمي. انا اعرفه على فكره، ده ممتاز. طيب حد هيبات معايا؟ ايوه انا اما. طيب تمام، اللي قوليلي صحيح. نعم. ايه موضوع المحضر ده؟ والله مش عارفه، تقدر حضرتك تسالي في الشؤون القانونيه. ماشي، على ايدك. اتفضلي. روحوا انتوا يا دلال، تعبتكم معايا النهارده. مدام مجديه عندها حق، يلا بينا. لا نروح ايه، خلينا معاكوا احسن، يمكن انتي ولا كوكي تحتاجوا اي حاجه. لو احنا هنحتاج ايه؟ خلاص يلا عشان استاذ خالد يستريح. الله يريح قلبك.
والله عندك حق. يلا بينا بقى، عندي مشاوير الصبح. مشاوير ايه يا خالد؟ ده وقته. عايز انام، مش قادر بنام على روحي. لا اكيد بكره هنجيلك انا وخالد وهنكون معاكم، وعشان برضو نشوف ايه حكايه المحضر ده. يا ستي ما هو قال لك المحضر لما ابوها يجي. والنبي يا دلال خليكي معايا بكره، انا مش عارفه جلال لما يعرف هيعمل فيا ايه. ما تخافيش ما تخافيش يا مجده، هنكون معاكي. تقلقيش، انا وخالد اكيد هنبقى معاكي. لا بالظبط كده، يلا بينا. صباح الخير. يلا صباح الخير. اعمل ايه بس يا عامر؟ هو انت شايفني يعني سكت لها؟ وايه دخل الشغل بس اللي بيننا بالموضوع ده؟ تمام تمام يا عامر، مع السلامة. في ايه؟ جوز بنتك عامل مشكلة عشان موضوع الخلع، وبيقول ان الشغل اللي بينه وبينه هيبوظ، وكله من تحت دماغ بنتك اللي عايزة تتكسر دي. استغفر الله العظيم، ان شاء الله هتتحل. تتحل ازاي بس؟ واحدة واحدة. هو انا مش قايل لك الساعة 10 بدي اكون هنا؟ انا ما عرفت استأذن من الشغل. ليه يا حبيبتي؟ شغالة في الوزارة؟ مش جوزك هسيب اخوك الشغل؟ عرفتي بقى انه واطي؟ لا يا حبيبتي، بقولوا له عمايلك السودة دي ما كانش قلب كده. لا هو قلب كده عشان هو واحد مش محترم وواطي. يا بنتي لمي الدور، اخوكي شقاه يروح. هو ده كل الفرق معاكي؟ شقى اخويا، لكن انا اتحرق اتضرب اتبهدل مش مهم. اوزنيها كده ولمي المتبحتر وحاجي على جوزك. امتحان على ايه؟ دي انانيه، هي بتفكر غير في نفسها وبس. انا اللي انانيه؟ لا يا حبيبي انا مش انانيه، هو عامل فيك كده عشان عارف كويس قوي انت بتفكر ازاي. اتكلمي عدل. بقولك ايه، ولا عدل ولا عوج، انا مش هعمل غير اللي يريحني انا بس، حتى لو انطبقت سما على الارض. شايفه البجاحه؟ طب بس ايه ده؟ اهدى بس. طب انا هعرف المك يا فريال. قول لك يا دلال، اعملي حسابك ان شاء الله كمان كام يوم هنسافر. الله يا خالد، وانا لازم اعيد كلامي كتير علشان تفهمني. طب المفاجاه بقى، انا مش هينفع اسافر ولا اسيب مصر غير لما اطمن على امي، وادي كمان موضوع كريمه حصل. مش عارفه انت مستني ايه تاني عشان تفهم ان انا مش هينفع امشي. هو انت بتتلككي يا دلال؟ طب ماما وفهمناها، ايه موضوع بنت اخوكي ده كمان؟ ما عندها ابوها وامها. وبعدين لنفرض ان انا سمعت كلامك وسبتك انت والولاد وسافرت، هتقعدوا فين؟ عند امي؟ ما انت مش مرتاحه عندها، وشقتنا مش عاجباكي، عاوزه تجيبي عليها واطيها. وبعدين هتعملي ايه في مدارس العيال؟ ايه يا خالد؟ انت عايز تقعدها لي وخلاص؟ هتتدبر. هقعد في بيت امي يا اخي. والله؟ اه. عند مجديه هانم؟ مجديه؟ مجديه اللي سابت بنتها تنط من الشباك؟ جرى يا خالد؟ ما تتكلم كويس، انت بتتكلم عن اهلي وعيلتي. دافع عنها دلوقتي؟ ما انت كنت مش طايقاها. مين قال كده؟ مش معنى ان انا وهي مختلفين ثقافيا واحنا مش متفاهمين ان انا ببكرهها. وبعدين الموضوع مختلف، انا رايحه اقعد مع اخويا في شقه امي، مش لازم يعني اعمل عقلي بعقل مرات اخويا يعني. بعدين هي مجرد انسانه بسيطه وغلبانه. هو انت غاويه شحططه؟ فيها دلال، لازمتها ايه الشحططه دي كلها؟ جرى يا خالد؟ هو انا بتكلم يوناني ولا مستوى لغتي العربيه مش كافي ومحتاجه فصول تقويه؟ يا معلم اللغه العربيه الجليل، ارجوك يا خالد حاول تفهمني، انا مش هسامح نفسي، مش هينفع امشي. يعني اللي بيحصل ده كله علشان انا مسافره ومش موجوده، وعشان اخواتي ملهيين في حياتهم ومش واخدين بالهم من امي كفايه. عادي عادي، هي دي سنه الحياه وكل الناس على كده. هو ايه اللي عادي؟ مع احترامي بقى لسنه الحياه بتاعتك دي، انا امي غير كل الناس يا خالد. يا حبيبتي طب انا كمان ابويا مات وامي ربتنا وما جراش حاجه يعني. لا طبعا موضوع مختلف تماما يا خالد، انتوا ابوكوا مات وانتوا كبار رجاله، وانتوا اللي اخدتوا مسؤوليه اختك سهام علمتوها وربتوها، لكن احنا موضوعنا مختلف انا واخواتي، احنا كبرنا مفيش غير امنا هي اللي واخده بالها مننا في رقبتها من واحنا صغيرين مش واحنا كبار زيكوا. وبعدين لا يا خالد، انا زي ما قلت لك انا مش هقدر اسامح نفسي. ماشي انت جيت؟ لا ياما لسه ما جيتش، انا قاعد على القهوه شويه. طب اقعد يا ظريف، قول لي بقى كنت فين لحد دلوقتي؟
أنا كنت كنت مع مجدية وبنتها في المستشفى. لا أنا وصلتها لحد المستشفى وبعدين كنت قاعد مع الواد مؤمن على القهوة. هلا قول لي يا ولا، هي إيه بقى الجدعانة اللي حطت عليك فجأة دي؟ ما أنا طول عمري جدع، إيه الجديد يعني؟ بقول لك إيه، هو جوزها جا وأنت هناك؟ هي بتقول إن هو مسافر وهيجي بكرة. نبي ما أنا عارفة الحاجة كريمة راحت فين؟ أدي لها مدة كده مختفية مش باينة. تلاقي مجدية دي مشيتها على شعر راسها من أفعالها. بقى في أم عاقلة تسيب بنتها عيلة صغيرة كده وتخرج؟ كويس إن البت بخير، لما يرجعوا بقى هنزل لهم وعرف الحاجة كريمة راحت فين.